نحييكم على شاشه تلفزيون لبنان، رح نكون معكم بحلقه جديده من حلقات مأكولة لعنا. اهلا وسهلا فيك هدى، كيفك؟ اشتقنا لك. الحمد لله. شو هالنيل الحلو هدى؟ ايه ميرسي. حلقتنا اليوم انا والست هدى هي اسكالوب مع البطاطا والجبنه، وعندنا مهروسه البطاطا. على طول عم نحاول نعملكم اشياء منا مكلفه كثير، مشان هيك عم نقول لهم مهروسه البطاطا. بعقلنا منا مكلفه على اساس كانت رخيصه البطاطا والبيض والجبنه، بس هلا صارت غاليه. كل شيء عم يغلى مع بعضه، وكل شيء عم يطلع مع بعضه. يلا. شو بدنا نعمل؟ البطاطا شاف اليوم؟ هذا الوضع. قد ايه البطاطا اليوم؟ هلا محل ما جبتها انا بالسوبر ماركت 19,950، يعني 20,000. يعني بيضحكوا علينا. ايه كنا قبل اذا بدنا ناكل شيء يلا على السريع، ما هيدا بطاطا، شوية بطاطا. يا بنعزبي تحطي لنا مي نصها لنبلش بتحضير البطاطا، لانه اكثر شيء بدها وقت. ايه انت هون شو بدك تعمل؟ مي، حطي مي نسلق البطاطا. هاي البطاطا ما في الا بني ادم رخيص يا هدى، راحت كل شيء لحق بعضه. ليك شاف بدي اقول لك شيء، بس مالي نحن هيك، نحن حق علينا. لا مش كله حق علينا، بس مساعدين نحن شوي. في ناس بس ذنبها ووقعت بالضرب. يلا اوكي، هلا هون انت حطيت بطاطا للسلق. حاطين بطاطا للسلق، هي المهروسة البطاطا. هي المهروسة. وهيدي فينا نسويها بزيت زيتون، اما نعناع يابس او نعناع اخضر. اوكي، بس بما انه نحن هبا نعملهم بلانشير. حلوه يا البطاطا، اترك شو تحكي لوحدها. هلا لقيتها حلوه لانها غاليه، لو كنت شاري الكيلو بشي 1000 2000 كنت لقيتها حلوه، كنا استخفينا فيها. يعني نغسلهم هون بنفس الوعي. ايه ايه. بعدين بتصفيهم. بنبلش بتحضير الاسكالوب. انت على طول عندك خبره بالمزج. ايه عندنا فيان. ايه ملح والبهار، وبناخذ في الملاعق فيهم. هو شيخ بسام، شيخ النجارين بطرابلس. ايه هو الملاعق. ناخذ اتصال. الو الو الو، بونجور. مرحبا شيف انطوان. مرحبتين، اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ نشكر ربنا. سلامة قلبك على هالبحة. تسلمي، كلك ذوق كلك ذوق. شيف انطوان انا بعدني ناطرتك تعطيني وصفة المعمول المد بتمر. يلا تكرم عيونك. معمول معروف. تكرم. يلا رح تسكر وبسمعك على التلفي. اوكي. نص كيلو طحين فرخة، وقية سمنة او زبدة، ملعقتين كبار مزهر، وفنجان قهوة وربع مورد. بتحطي معهم ربع ملعقة صغيرة خميرة. بتجيبي 400 جرام تمر، يعني وقيتين. بتحطي معهم 100 جرام زبدة أو شرحة. بتكون الزبدة طرية، بتدعكيها منيح معهم. وفيك تحطي معهم رشة قرفة صغيرة. ترجعي بتجيبي الصينيه، بتشيلي نص عجينه المعمول التمر نصها، بتمديها على كيس نايلون على شكل الصينيه المدوره. لنفترض مثل هاي، نص كيلو بيعمل هاي.
مثل هاي نص كيلو أطرب ال 25 سنتي. ما بتحطي شي تحت أبدا. بترجعي التمر بورقة نايلون تانية أو بكيس الخبز شقيه شوي لنصه من كل ميل شوي. حطي التمر كمان مديه بالشوبك على شكل الصينية ذاتها. حطينا أول طبقة من عجينة التمر، نرجع التمر، نرجع العجينة الثانية فوق منها منملسها هي وعالنايلون، بعدين نشيلها بزيحة نخبزها بالفرن لمدة 20-22 دقيقة، منشيلها منخليها تبرد منقطعها ومنقدمها تكرم عيونك. اوكي شيف، هلا حطينا البطاطا شوي ليعملوا بلانشي. يلا ليغلي طحين، ناخذ اتصال جديد. يلا مزبوط. الو الو، تلفزيون لبنان، هاتوا نقطع. جبت لك ونقي طحين بيض كعك، هيدا وهيدا وهيدا وهيداك بلاه وهيدا وهيدا. ناخد اتصال جديد. الو شيف انطوان، بونجور. هيني اهلا وسهلا، كيفك؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك تسلمي. ايه شيف انطوان، لو سمحت بدي منك تعطيني شراب الورد وشراب العطر كيف بعملهم. ايه تكرم عيونك، ميرسي كلك تو تكرمي. منيحة بتجنن. هن بياخذوا يا بيضتين بالحلاش او ثلاثة مبحبح لنكون صريحين معه. نحط معه نقطتين ماي، نتفة صغيرة، برج جوزة الطيب وملح وبهار ابيض. رح حط هون، رح حط شوي بالطحين معلش. بس خلي لي اياهم لهون. ايه اوكي في في. اعطينا شط ابيض بعد من المعروف. نعمل بهالطريقه، نجي منشيل صدر الدجاج القطعه مننزلها بالطحين، برجع بالبيض، وبرجع على الكعك. الكعك بدنا نحط عليها ونكبسها لتشرب الكعك. بصير ضروري هاي الكبسة. تشرب بيض كمان، لأنه إذا ما شربت بيض ما بتلقط كعك.
كمان بناخذ اتصال. الو 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 مرحبا شيف انطوان. مرحبتين يا اهلا وسهلا. بس شيف انطوان كنت طلبت منك تعطيني شراب الورد شراب العطر كيف بعملهم وانقطع الخط. يلا تكرمي تكرمي. ميرسي كلك ذوق. تكرم عيونك. ميرسي عين. بخاطرك. هلا شراب الورد وشراب العطر مثل بعضهم. بدنا نص كيلو ورد او عطر. يعلمون شي للناس. بدي اقول لك هول ما نقليهم. ما نقليهم مباشرة لأنه بطل فينا نكب شي. راحت أيام الكب. منحط بمقلاية شوية زيت نباتي. هلا هون خلص. هودي خلص فينا نعمل شيء. هلا فينا اذا بدنا شيل شوي من هون نحطهم هون. طيب يلا بنجرب. بنجرب يلا. لا دون يعني اكيد بتطلع منيحه. يلا. بحركهم مع بعضهم. هون خلص. هون خلص. ومناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجورين. يعطيك الف عافية شيف انطوان. تسلمي تسلمي. ميرسي على الاكلات الطيبة. تسلمي عيوني. بدي اسألك بس اذا ممكن انا عندي بدي اجيب ورق عريش كتل للموني يعني. نعم. بس بدي احطهم بمرتبين ازاز. نعم. بس بدي اياهم ناشفين ما احط شيء معهم يعني. اذا ممكن بس تقول لي هن مضغوط المرتبين مضغوط يعني. نعم. شو مطلوب مني اعملهم وكيف؟ وبدي منك وصفة الكعك خلطة الكعك مع الطحين العادي يعني. نعم. ميرسي كثير يعطيك الف عافية. تكرمي عيونك تكرمي. بدك تشوف مانك بالنسبة لورق العنب يحشرح لكم اياها ونهار التنين ان الله راد ما جت شي من الله يعلمكم كيف بنحفظ ورق العنب. هيدي بتجنن. ممنوع الكب ممنوع بقى. وشو بها؟ الكعك بدنا اياه هذا موجود والبيض بعده من بيضات الطاسة من المزرعة من عندي بعد. ابدا. كيف؟ ضربة شيف بعد بحتة. عجبتك؟ ايه ايه. يا ايوه يا لك شو حلوة. برضو ايه. سوري. هاو دي احنا عملون زينة. هاو كيف؟ بس منظر بشكل انه نجرح جرح اللحمه مع الكعك. وفينا نرجع هيك كمان. هون
هودي خلص صفي لي اياهم البلانشي. ايه اعملي معروف نركبهم ونرجع نبلش بالشرح. اوكي يا لازم يكون الزيت على كامل الصينية. يا نزلي أنا بنزلهم عنك. رشي خلي احمر له شوي. فينا حطها بالنص. حلو كيف ما عملتيها. هون نمسح شاطنا شوي. وبناخذ اتصال. الو. الو. الو بس يا حمام انا اقليها. الو راح الخط. شايف من زمان وقت بلشت انت على التلفزيون، هلا كم سنه صار لك؟ تلفزيون لبنان 24 25 سنه. وقبل؟ وقبل 4 5 سنين عندي بالام بي سي 9 اشهر، عندي بتلفزيون دبي 3 اشهر مواسم شهرات أشهر تسوق، عندي 4 سنين بالأونتين بلس يلي صار اسمه هي هلا. ايه طيب اللايف أول ما بلشت لايف تيلي ليبان؟ لا ولا قبل؟ هي هي تيلي لايف أونتين بلس. لا وتلفزيون لبنان أول ما جيت لايف، يعني كل حلقاتي لايف. لايف اوكي. لحتى بدبي، بدبي كنا لايف كمان. هلا بحطها على النص. ايه حطيها النص احلى. هلا انا عم اسالك هدول كل السؤالين تسالك انه وقت بلشت اللي هو صار لك قديش 30 سنه كان هيك يصير الاتصالات؟ ايه اكثر ينقطعوا اكثر ينقطعوا لا ما كانش ينقطعوا ما كانوا ينقطعوا يعني نحن هلا مش بتقدم ايه لورا بلي يلا من زمان كنا بتقدم هلا رجعنا لورا كثير. ايه ايه طيب ناخذ اتصال. الو قول. الو الو بونجور شيف أنطوان معك تلفزيون لبنان. نحطها ايه؟ الو بونجور بونجورين يعطيك العافية شيف أنطوان. الله يعافيكي. أهلا وسهلا فيكي. سلم إيديك على الأكلات الطيبين. تسلمي كلك ذوق كلك ذوق. بدي أسألك عن الهريسة في أعملها بالزماطية وكيف الطريقة؟ الهريسة؟ في اعملها بالزماطية وكيف الطريقة؟ بدون شو؟ مش عم بس ما سمعنا بدون شو؟ في اعملها بالزماطية وكيف الطريقة؟ بدون شو؟ دوماطية. شو الدوماطية؟ مدام الهريسة بدون شو بدك تسويها؟ هريسة اللحم عم تحكي عنها؟ أو هريسة الحلو؟ الزماطية ببرغل الحب القمح. اه ايه فيك تسويها بالقمح المقشور او بالقمح العادي، واذا كنت كتير كتير مستعجلة فيكي بالبرغل الخشن تسويها. الو اوكي من قلها الطريقة للهريسة يعني مش الحلو المالحة. ميرسي كلك ذوق. تكرمي تكرمي عيونك. اهلا وسهلا فيكي. كمان ناخذ اتصال جديد. الو 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 بونجور بونجور بونجورين. اهلا وسهلا. بدنا نحكي شيف أنطوان حبيبي كيفك انت؟
الو بدي احكي مع الشيف انطوان. شيف انطوان معك. شيف انطوان كيفك شيف انطوان؟ مليح كتر خير الله. ذاك معك ايميل تنوري من كعرين زحلة. اي اهلا وسهلا فيك شيف انطوان. نعم معك ايميل تنوري من زحلة. اي اهلا وسهلا فيك. بدي اسألك عن السمكة الحرة مول معروف. كيف تعمل السمكة الحرة؟ ايه تكرم عيونك تكرم حبيب القلب. يعني نشوف المقادير للناس اللي تنقطع عندهم الكهرباء الساعة 4. هاي مثلا ما كانت من 30 سنة كان فرق مرة في كهرباء. هذا تقدم. ايه وكان الحرب شغال اوقات وكنا ارتحنا وفي كهرباء. هلا لعنا حرب صرنا 18 سنة بلا حرب وما في كهرباء. راح نشوف المقادير اللي تنقطع عندهم الكهرباء. منتابع حلقتنا وهون عم نساوي الاسكالوب مع الجبنه. ايه عم حط الجبنه كمان. خلص انا ماشي. ايه بحط عليها زيتون هلا. كمان هون بنحط زيتون بهالشكل. بنحطها بالفرن. يعني بدك تحطهم بصينتين شهر؟ نعم. يعني هوليك هاي؟ ايه شو بدنا نعمل؟ اوكي. نفوتهم شوي على الفرن. طيب تقول لك رجلجدك شوي الاتصالات. في اللي سألت عن هريسة خلص جاوبتها؟ هاي بدها شوي. اوكي. يلا. اللي سألت عن شراب الورد والعطر. طيب اوكي بس لنخلصها. الهريسه خلاص خلصت. الهريسه خلصت يعني تسأل عن القمح. نعم اذا فينا نستعمله. العطر والورد يعني. شراب الورد والعطر هلا ترمون. اصولا كانت بالزمان كثير من الناس عند الكركه تبع الموارد والمظاهر. ايه استووا؟ ايه يلا شيليهم اعملي معروف حطيهم بمصفايه وبرديهم نص تبريده. نص تبريده كانوا يعملوا يقطروا الموارد او شراب العطر او العطر ويرجعوا يعملون شراب. كانوا كل العطر يعني وقت اللي يسووه او الورد ماء الورد كل كبايه موارد كانوا يحطوا لها كبايه ونص سكر او العطر نفس الشيء. يلا شيليهم. نرجع
طالع بلا تنفتح هاي اليوم زعلاني على الغلا. هلا ليش عم بيفرفطوا؟ انا حاططهم بالفريزر كنت. ايه ما بيأثر. كمان بحط عليها زيتون. يلا جاي ساعدك. وش رح اشرب الورد انا عم ساعدك. جبنة مهمة تسيل. شوفي ست بس نتفة صغيرة بدها، ما هي مستوية الاسكالوب. اوكي هون خلاص. والله سريعة منك يا ويني، هاتي كمية من الحرارة انت. عم ساوي هون مهروسة البطاطا. نحط لها ملح وبهارات. يلا حطي هون. احطهم هون كلهم كلهم. بنحط لهم زيت زيتون. حطي هون وخلي لي شوي للزينه. يلا هلا بدي بحط نص هون. ثلاث ارباع هون. ما بتخلي شوي للزينه بس. مش هالحال هيك صار واحد كيف ما بياكل بيطلع زيت بيطلع زيت. اوكي هلا لسكب هون. هلا بعد في عليهم نعنع، يا نعنع يابس او نعنع اخضر بدي افرن. اوكي يلا ايه وقت بيكون عندنا مثل اليوم موسم النعنع ما بستعمل نعنع يابس، ووقت بيكون مش موسمه بنستعمل نعنع يابس. نجيب الخشبي منشيل مننقي، انا شايل كم ضلع للزينه لنستعملهم للبطاطا، والوراق بفرمهم. ومناخد اتصال. الو الو بونجور شيخ انطوان. بونجوريني اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. بدي عزبك عندي كم سؤال بدي استوضحهم منك. يلا تكرمي. اوكي اول شيء الثوم نقلعني اذا بدنا نيبسه منيبسه بالفي او بالشمس؟ بالفي بس اخر يوم. نعم اخر يوم بتعرضيه للشمس اربع خمس ساعات وبتشيلي. نعم كمان اذا قشرنا هالثومات وحطيناهم بالفريزر بمرتبين قدي بيضينونا؟ انتبهي ما فيك تقشريهم وتحطيهم فرد مرتين بالفريزر. نعم بدك تقشري الثوم. نعم وتحطيه بصينية. نعم وتحطيه بالفريزر ثلاث ساعات. نعم او اربعة. نعم بتشيليه بتعبيه بالمرتين. نعم هو مجلد. نعم وبتسكلي المرتين بيهدوا عندك اثنين اشهر. قدي؟ اثنين اشهر. اثنين اشهر. نعم مرسي. كمان عندي سؤال. نعم 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 نعم
مدام مال انقطع الاتصال. شفتي؟ هاي من 30 سنة ما كان ينقطع. بدك تلقي نظرة شاي؟ بعد شوي. جيبي ملعقة خشبية لنحركهم. ايه خلص معك ال لا لا ما بلش بعد. شرق عم بشرح شوي هيك. بدي أذكرك. إيه؟ شو بدي أقول لك؟ بقول لك أنا خلصت. خلصت معك حال. نحن بنشكرك على التذكير. ايه. برجع بقول بالشتاء وقت بتصير بيئة النعل عم تمصارت السنة ب 12 13 ألف تستعملوا نعل يابس. بس هلا مش رح. هلا من عندي هولي وكل واحد عنده أو نزل هلا البيئة صارت 4000. يا رح جيب لك هذا كان فيه زيت وقشرنا فيه بطاطا يعني عزبك تسكبين لي اياها البطاطا عزوي كيف ما بدك قبلين. خلينا لكينا نخلص يلا انا رح بلش بالشرح. إيه انت هون وزينيهم بهول عروق النعناع. لنرجع قلنا فينا نقطر تقطير العطر والورد. واذا قطرناه وعنا اياه مورد جاهز او ماء العطر جاهز كل كباية من ماء العطر او ماء الورد كباية ونص من السكر. لماء الورد بنحط نقطتين صبغة حمراء ولماء العطر بنحط نقطة صبغة صفراء ونقطة صبغة خضراء. وهودي الصبغات صالحين للأكل. ما بده ما في مشكلة. هي فقط لنريح النظر انه هيدا اشرب الورد. ايه. هيك معودين عليه. ايه اوكي. يلا هلا بديت نرجع. معلش. اعطيني من عندك في ملعقة عندك هون. وشوية مي لنعلمهم للناس كيف بنعمل. بنحط هيدا بنشيل عنا هيدي. نعناع. حط شوية مي لأنه البطاطا دغري بتشد. منشان تشد لنشتغل فيها بنحط هيك بالمي. ومي تشرب. زيني اعملي معروف بالنعناع الاخضر. حطي عرق هون عرق هون عرق هون وعرق هون وخلص. ليك شو حلوة هيك الصغير احلى. الكبير واقع هون. ايه ملكة. حطي له زيت زيتون. رح حطهم كلهم اليوم. هاو كلهم ايه. رح نتوقف معهم حتى اعلانية ونتابع حلقتنا انا والست هدى عبر شاشة التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا وعم نرجع نكمل تزيين جات البطاطا يلي هي اسمها مهروسة البطاطا. اوكي شيف بنكفي ال خلصيت ال لا ما خلص الشيء بقى الورد مش عم يخلص السكر غالي. يلا طيب يلا
أصبح حكينا إذا كان عندنا موارد أو ماء العطر. هلا يلي بده يساوي شراب العطر أو شراب الوارد ليش بده يفوت بهاللبكة كلها؟ دغري بنعملها وما عندنا كركة. بتجيبوا نص كيلو وارد أو نص كيلو عطر مغسلين منخزقهم بإيدنا مش بالسكين بإيدنا. ضيف عليهم لتر ماي بعد بحبهم مقمرين حمر. ضيف عليهم لتر ماي وبنقعهم فيهم 24 ساعة. برجع تاني نهار بشيلهم بغليهم ساعة على النار يا هاو أو هاو ساعة. برجع بصفي منهم الورد أو العطر وبغليهم ليضل عندي 3 كبايات. برجع بضيف عليهم 5 كبايات سكر للورد أو ما شراب الورد وبضيف معهم 3-4 نقط من الصبغة الحمراء وللعطر نقطتين صبغة صفراء ونقطتين صبغة خضراء وبغليون على النار 18 دقيقة. ضيف لهم إما رش صغيرة لكل وحدة من حامض الليمون أو ملعقة كبيرة عصير حامض نسكبهم بقنينه هن وسخنين منسكر عليهم ما تعطلوا هم. منقلب القنينة لو على الستي بتهدوها مزبوط لا تضغط وتسكر بتهدي عنا سنة الشراب. تكرم عينكم وأهلا وسهلا فيكم. شيف أنا أجيني سؤال كيف بدنا نخلي البازيلا بالمرطبين يعني من سنة لسنة نكبسها؟ بصير أنا ناخد اتصال ومشرع ناخد اتصال جديد. ألو ألو بونجور. بونجورين كيفك شيف؟ كتر خير على أهلا وسهلا فيكي. إذا بديت بدي مقادير البول أو شوكولا صوص شوكولا بتدوبي بتدوبي على النار 100 جرام شوكولا على البخار. ما بيسواش كاكاو؟ بيسوى يلا لا خلينا على الكاكاو. على الكاكاو حطي 3/4 كباية حليب. نعم بس الحليب يلي بك تحطيه منه سايل يعني حطي 3/4 كباية ماي. نعم حطي عليها 4 ملاعق كبار معرمين حليب بودرة. نعم ملعقتين كبار كاكاو. نعم ملعقتين كبار سكر. نعم شوية فانيليا غليها على النار حوالي 3 دقايق واستعمليها صوص شوكولا. تكرم عينك. والطحين قديه؟ تكرمي اهلا وسهلا فيكي. الو نعم عم بقول لك والطحين ما بدها طحين يا عيوني. ما بدها طحين. شو عم توقعيني؟ لا والله ما بدها طحين هاي ما بدها. طيب تكرمي تكرمي عيوني تكرمي. ناخذ اتصال. الو 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 بونجور. الو بونجور شيف انطوان. بونجور عيني اهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ نشكر ربنا يعطيك العافيه. تسلمي كلك ذوق. الو ايه عم بسمعك مدام. مدام عم بسمعك عيوني. وحياتك شيف انطوان بدي اعرف منك كيف بيعملوا هيدي اللي بيعملوها على عيد المرلياف مثل الغريبه او عليات مرمخيل ومرلياف وعم يبيعوها بتبقى 3 طبقات طبقه بيضة طبقه زهر طبقه بيضة. ايه تكرم عيوني بتزيزق بس ناكلها بتحسها كانه مسكره. ايه تكرم عيونك. ممكن تقلي كيف بيعملوها؟ ايه تكرمي تكرمي. سكر الخط بسمعها؟ ايه يلا سكري واسمعي. اوكي ميرسي تكرمي. يا شو شاف
إذا بدك. كمان بناخد اتصال. الو 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 بونجور شيف انطوان. نعم كيفك يا شيف انطوان؟ كتر خير الله مشكور ربنا. بونجور كيفك شيف انطوان؟ منيح 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 كتر خير الله. ايه ان شاء الله ان شاء الله. تسلم. شيف انطوان بدي اسألك. نعم بدي اسألك شيف انطوان شو بيعملوا الفاسنة الطليانية؟ شو هي؟ ايه نعم صوص الباستا. صلصة الباستا. صوص الباستا. ايه تكرم عيونك. بدك الحمراء والبيضة؟ بدك الحمراء والبيضة؟ الحمراء الحمراء. يلا تكرم عيونك. شفت شو حلوين البطاطات؟ بيعرف شو تقرمش بالفرن بلا زيت مثل النخاع بيطلع. وهي بنحطها شو شو التبذيش؟ مش على اساس في فجله بالصح. ما هيك حق عم نبذل لانه هيك اشتريناها للربطه نستعملها هون وهون وهون. منضلع يومين ثلاثة شو بدنا نعمل؟ لو ما اشتريناها ما حطينا هونيك. يلا شو عشجات الملوكي هذا. وهي اجت لوحدها. ايه 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 اكيد. اوكي شيف هلا بالواسطة بدي اعرف انا البازيلا يعني حرام في ست سألتني انه هلا موسم بازيلا اذا بدها تخليهم للشتاء كيف بتحفظهم بس بدون فريزر؟ مايو ملح. اوكي طريقتها اول شيء كل شيء بدنا يهدي معنا اكثر بدنا نسلو على النار دقيقة هيدي. اوكي يعني مثلا البازيلا بتفقيهم؟ اكيد بدها تفقيهم. ايه مي على النار ملح نتفه صغيره سكر نتفه صغيره خل خل ننزلهم بقلبهم دقيقه واحده بتشيلهم بتبردوا بتنشفهم. لا مش ضروري تنشيف ما بيصير بترجعهم على المرتبين. ترجع كل مرتبين كيلو حط له ملعقه صغيره ملح. ملح بده يكون صخري ملح خشن ايه. مدقوق بس ايه. ملعقه سكر ونص ملعقه خل صغار كله عم نحكي صغير. أوكي. بتحط له المي بتعملهم هيك وبتحطهم بيهدوا السنة سلكة بس إيه. تفتح المرتبين بده يستهلك خلال 4-5 أيام وبالبرار بده ينحط. اوكي هلا بنيجي لورق العريش. ورق العريش انا التنين وعدتكم يعلمكم كيف نكبس ورق العريش اما بالفريزر او بالمرتبين او بالانانه في ايه بالانانه ايه انانه البلاستيك وكل وحده لها طريقه او بمي وملح كمان فينا مي وملح بس ناس كثير بتبعد عن المي والملح بيقسى شوي. لا هيدا هون اذا فوتت انا ورق العنب بده ينجب يتغسل وينفلش اقل شيء بين 18 و24 ساعه مغطى. ليه نعمل هالطريقة؟ بالفي بالفي بس جوا بس ليه منغطيه؟ مشان ما يضربوا الهواء ومنشان يطرى شوي يدبل ليصير لين معنا كيف عملنا بالشغل كيف ما بنعمل بالشغل لين. بيجي انا بطوي كل 3-4 ورق مع بعضهم وبفوتهم بس وصل لهون ما يكون في هواء بيناتهم ينضغط يعني شو هالكلمة المضبوطة ممنوع يكون في هواء. اذا في هواء انتزعه منضل نكبسهم واخر شيء بنصير نحط ورقة ورقة على الوجه من هون ومنسكرهم. هلا وقت بيكون عندنا مرطبان ازاز انا بفضل انا بنحط
بنحط مي قلاد بس ومنقلبه وبغليه مع المي 5 دقايق الغطا بس. ايه اوكي. وبشيله بخليه هيك بيهدي سنه سنه ونص ما بيصير له شيء. اوكي. اهم شيء ما ياخذ هواء، بس نفتح المرتبين نرجع عليها بده يستعمل خلال 10 ايام وبالبراد، ممنوع بلا براد. اوكي. هلا قصه الاغط يا شيف، في مرتبين عم تستعمل بيكون جاي فيها شيء مستعملون بيطلع غطاهم يعني خلص بنفس بنفس. لا خبرك ليش غطى خالص بلدي. لا خبرك ليش بنفس. اليوم نحن بس بدنا نفتح مرتبين يا بنعمل له هيك بس بلاستيك او مندق هيك وبنفتح. اوكي. في اوقات مرتبين بيعنت بيجيبوا سكين وهين بعدين بتلاقي حالها شاطره منيح وبضايق. لا بتعمل هيك ولا بتضرب بتلاقي شو بدي بطوشي بتجيبه بتعمل له هيك بيعمل بيش تفتح شوف انا كيف فتحته. بس هي الغطا بطل يسمع. ايه هي الغطا للكب ما تشتري غطا غيره. هلا بيمشي للشغلات عندها بالبيت. ايه بس مش للضغط مش للضغط او من سنه لسنه. ايه مزبوط. هيدي هي العمليه تبع. هلا بنجي للاناني ورق الكبيس الاناني الورق العريش العريش فينا نسوي بأنينة صغيرة أو أنينة كبيرة. أنا بفضل الصغيرة مسافتها أصغر. إيه واستهمالها على قد الأكلة. إيه بس في إذا كبيرة في بها ما أنا شيء أخذها لهذه وهنا أخذتها قبلي. طيب وفي هاي هاي مثلها. أوكي تشوفها من الأدخل فرجيني. مش مهم. أنا أرفع. منجيب ورق العنب هون منلفه هيك مش بنكتوي على بعضه منلفه هيك مثل كان ورقة لف العنب بس على بعضه. وبيجيب فوتهم بصير فوتهم منزلهم 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 منزلهم. وآخر شيء كمان بصير قد ما في بس مش خزقهم. ايه ايه اكيد. وآخر شيء بنعمل 3-4 ورق كمان كل واحد بوحدتها منزلهم منحشرهم ومنسكرهم. كمان ما الماي ما بيصير له شيء اذا حقمناها بس من حقم السده منطبها ومنغليها 5 دقائق. وفينا بلاها يعني اذا كنا متاكدين من عمليه الهواء انه كله رايح مضغوط ما بدها العمليه كلها. الطريقه الثالثه بالكبس مي وملح مي فوشة البيضه يعني كل لتر مي بده 100 جرام ملح خشن نص كبايه بيتذوبوا بينزركوا كمان مع بعضهم مشان ما ياخذوا كثير مي وملح بنحط عليهم مي وملح نقطتين زيت على الوجه وبنسكرهم. هلا غير الزيت بلا الزيت بنسكرهم بيمشي الحال. هاي الطريقه الثالثه. هلا شو في اتصالات كان؟ في حدا في ست سالتك عن الحلو. ايه الحلو يلي بيسووه بالاعياد بالمناسبات ولونه لونين او ثلاثه او بيعملوا طبقه تحت طبقه حمراء طبقه. العجينه بكيه زبده صغيره بس زبده مش مارجرين. لا لا نوضح لتزبط معهم والا بيقولوا لي ما زبطت وغلياني كثير هالزبده هالايام هاي. يعني انا في بكيه هلا من قبل كنا نجيبها ب 8000 بعدين 12 15 24 29 جمعه الماضي امبارح اشتريتها 64 خبرتك عنها عشان هيك عم بروح صوتي قد ما بنحكي هالغلا. هلا المهم لنرجع لهالحلو هو منظره بشاهي وطيب بكيه زبده صغيره ضيف لها كبايه سكر بودره ضيف برجع لها بيضه وحده شويه فانيليا وبضيف لها برجع 3 كبايات طحين ونص بعجنها مع بعضها مع قليل كتير من المي. هاي العجينة بقسمها ربع بثلاث ارباع يعني بثلاث أقسام أو بالأحرى بنقسمها ثلاثة. وحدة منهم بحط لها 3 نقط 4 نقط صبغة حمراء وبرجع بعجنها فيها أو أنا وعم بشتغل فيها. وهوديك 2 عادي بيض منجيب أول وحدة منحطها بكيس نايلون ومنمدها بالصينية مندورة
نرجع بنجيب الحمرة العجينة الحمرة من بدها بكيس نايلون ونحطها بالوسط، نرجع بنجيب العجينة البيضة من كمان بكيس نايلون ونحطها فوق منها، نملسها نرجع بنفوتها على الفرن وبنخبزها بالفرن، بدها بالفرن نص ساعة نص ساعة وخمس دقايق، بنشيلها بعدين بنقطعها وبنبيعها. ايش بدنا فيها نقلها؟ بنربح بنشتغل. شاف في شخص معلي تعاطفت معه انا. تعاطف. بده صوص الباستا التليانية. ايه التليانية، لا معه حق. صلصة التليانية الأصلية. أول شيء بنجيب كيلو بندورة حمرة مزبوط، ومن البندورة الأمريكانية أو المعلقة مش البلدي اللي نحن بنعرفها، تتغسل مزبوط، بنشيل راسها وكعبها بنحطها على النار، بزيحها بحطها على النار مع شوية مي بغليها ثلاث دقايق، برجع بشيلها بحطها بمصفاية بتركها لتبرد بقشرة، برجع بقصها بالنص بكبس لها لشيل البزر منها أو أكبر كمية ممكن من البزر، برجع بحطها بالآلة الكهربائية وبطحنها على الناعم، بهالوقت بقلي بصلة ناعمة، بصلة ناعمة بزيت زيتون، لازم يكون تلياني ويمشي لبناني أو يوناني، نرجع بنحط معها أربع خمس حصوص ثوم بيتقلوا معها، نرجع هالبندورة منضيف عليها منحركها معها، في ناس بحطولها شي من الحر شوي، في ناس بحطوا شوي من الحبق الأخضر ورق مع العنوق أو حبق يابس، تنغلى على النار فقط 15 دقيقة، الحبق بينحط آخر شيء مع ملح وبهار أبيض، وهيدي هي صلصة البندورة التليانية للباستا التليانية الأصلية. تنسكب فينا نحط لها فليفلة؟ إيه حرة للحر مش خطرة، تنسكب المعكروني أو الباستا بالسوتيه بالزبدة من بعد ما تكون انسلقت سبع دقايق، بتنسكب بالطبق بينحط هالصوص عوجة بشكل طربوش، بعدين بينحط جبنة بارميزان أو موتزاريلا. موتزاريلا منيح؟ ليه؟ طيب مبروش رخيصة، مبروش عوجة، بده هو قال لي الباستا الأصلية ونحط عوجة. هلا ليكي روحي على إيطاليا كلها مش غالية. إيه بس إنه هلا هون البارميزان غالي كتير. ليش؟ في شيء رخيص أقلوية بخمسين ألف. إيه أقلوية صفرة بخمسين ألف. إيه ست هدى ميرسي شيف. قبل ما ننهي بدنا نشوف مقادير الإسكالوب الجيش مهروسة البطاطا، وهيدي الأومليت طلعت معنا من بقايا تحضير الإسكالوب مع الكعك. ست هدى نحن بنشكرك على معاونتك على الأطباق الطيبة. كان عندنا اليوم إسكالوب الجيش مع الجبنة والبطاطا، كان عندنا مهروسة البطاطا، وعندنا من بقايا تحضير إسكالوب الجيش نقليون مع شوية كعك وبيطلعوا كتير طيبين. حلقتنا اليوم انتهت، على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام، بنشوفكم بخير ومنقلكم باي باي.